من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي استشهدوا في أحد وقبروا في أحد لم يسجد لله سجدة، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، من هو؟ تعرفونه؟ جاوب واحد من الأخوان اسمه محمد، الصحابي اللي قتل اسمه عمرو بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، لم يسجد لله سجدة ومع ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أبشر بالخير. الأصيرم عمرو بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة مع أنه لم يسجد لله سجدة، إيش السبب في السنابات الجاية؟ عمرو بن ثابت كان يرفض الإسلام، ولما كان يوم أحد بدا له أن يسلم، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل، فقاتل حتى أصابه ما أصابه من الجروح، فسألوه الصحابة ليش خرجت تقاتل؟ أحمية مع قومك يعني الأنصار أم من أجل الإسلام؟ قال بل خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الإسلام، وأصابني ما أصابني فمات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو من أهل الجنة. ما سجد لله سجدة لأنه لم يحضر وقت صلاة، وقتل وهو على الإسلام وهو يجاهد في سبيل الله، فهو من أهل الجنة. سؤالك وش؟ طيب سؤالنا يقول من هو غسيل الملائكة؟ أي جاهز البطاقة؟ جاهز البطاقة أمد. حمزة رضي الله عنه ليش غسلتها الملائكة؟ لما سمع منادي المنادي نادي بالجهاد خرج من بيته وهو على جنابه، فاستشهد فغسلته الملائكة.